جمعية بن سيحان عائشة، رئيسة جمعية الحكمة للتضامن الاجتماعي تحت لواء أبناء مدينة الزهور. هذا العمل اللي كتقوموا به اليوم في شاطئ النحل؟ هذه العملية هذه راه ماشي عملية، هذا تضامن، وهذا التضامن راه ما خصناش حنا نديرو، خصنا نديروه كل نهار صباح وعشية. جينا شفنا هذه الحالة كيفاش دايرة البارح، وقررنا باش غادي نجيو ونشاركوا هاد الناس في هاد المحنة ديالهم وفي هاد الحزن ديالهم. وكنطلب لهاد الوليدات اللي راهم شهداء الرحمة والمغفرة، وكنطلب للعائلة ديالهم الصبر والسلوان، ويا ربي كنتمنى ربي يفرج عليهم خلاص، يخرج لهم وليداتهم إما حيين إما ميتين. وكنشكر كاع الناس اللي جاوا معنا، كاع المجموعة اللي جات معنا، وكاع اللي ساهمت معنا وانضمت معنا لهذا العمل. هذا هو عمل تضامني، وهذا هو فين خصنا نضامنوا، وهذا هو فين خصنا نكونوا يد وحدة، وخص هاد الناس ما نفرقوهمش حتى يدير لهم ربي تاول ديال الخير. وكنشكركم نتوما، وكنشكر كاع الناس اللي كلمة لجمعية المجتمع المدني. كلمة لجمعية المجتمع المدني، جينا حنايا البارح بعدا ما لقينا حتى واحد من المحمدية، بقى فينا الحال. لقينا الناس جايين من كازا، وجايين من 17، جايين من البرنوصي، جايبين القصاري الكسكسو، وجايبين الخير موجود، وبقى فينا الحال. قلنا علاش حنايا هنايا زعما حنا غير المحمدية، وهذه المنطقة تبع المحمدية، علاش حنا ما نكونوش حنا من الأولين؟ وجينا حنايا هنايا اليوم، وإن شاء الله غنبقاو معاهم حتى يدير لهم ربي تاويل ديال الخير. الجمعية الوطنية للتربية والتخييم والتنمية مدينة المحمدية. شنو كتقوموا به اليوم؟ في الحقيقة هذه مأساة لجميع المغاربة، بحال ولادنا حتى حنا، بحال خوتنا، وماشي الانسان اللي عنده الغيرة على هذا البلاد ديالو تيشوف بحال هاد المناظر. راه حشومة زعما، راه عيب، راه عيب الولاد المغاربة يوليو تيكرهوا الوطن ديالهم، فين عايشين وفين زايدين وفين عايشين، تيوليو باغي غير يحرقوا. دابا هما لاحوا راسهم التهلوكة، مساكن مشاو 57 واحد، دابا يلاه خرجوا منهم 19 واحد. راه حشومة وعيب تنشوفوا هاد البلاد غدا إلى الوراء. هي المسؤولين كلمة لهذا السيد اللي نصب عليهم وخلاهم انهم هذا السيد تنقول لي ما عندكش، هذا سميتو ما عندوش الضمير، ما زعما باغي غير الفلوس، باغي يجمع غير الفلوس، باغي هذا. هو مساكن لاحهم الدراري باقيين صغار 16 عام 14 عام، راه حشومه زعما هذا. وخاص المسؤولين، واحد النقطة اللي باغي نشير ليها، أن المسؤولين ديال العين السبع ديال هنايا حشومه تخليو هاد الناس، هذا عائلة الضحايا هكام همشين، كل واحد فين هذا. كاينين بلايص، جيبوا لهم الخزانات، بنيوا لهم بلايص، وليوا لهم ديروا لهم. راه الجمعيات قايمين بالشغل، ولكن الغياب ديال المسؤولين راه حشومه وعيب يهضروا عليهم هكا. راه المسؤول هو الاول اللي خاصو يكون هنا، ماشي يجي غير يطل ويتصور ويمشي. راه يجي معاهم، يجلس معاهم، ويدير الكون. اليوم يكون ولدي، غدا يكون ولدك ان شاء الله. الجمعيه ديالكم والمدينه؟ معكم محجوب برزوقي، رئيس جمعيه شباب التواصل الاجتماعي المحمديه. جينا اليوم في اطار صله الرحيم مع اهالي الضحايا ديال هذه الفاجعه ديال الزناته. وكنا الحمد لله درنا واحد الوجبه ديال الافطار، واتصلوا بيا واحد الجمعيه، لان اليوم ان شاء الله غادي نديروا الغذاء، ولكن اليوم ان شاء الله قال لك بان غيكونوا هما غيديروا الغذاء. الان حنا كنتواجدوا بشاطئ النحله، سمعنا بان كاين واحد ثلاثه ضحايا مساكن، ثلاثه شهداء اللي غنقول انا شهداء. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يكونوا شهداء. عمليات نصب وراك عارف العيش الكريم اللي خلى الناس هادو باش يهاجروا، باش يغامروا بحياتهم، لان هذا ميساج المسؤولين صراحه. هذا ميساج المسؤولين، تنقول لكم يعني هما الشباب كياكلوا في الحوت، البحر ما بقاش باغيهم، تيلوحهم البحر وتيلوحهم. يعني الحوت كيقول لك اخويا انا ما نقدرش ناكل البشر، ما بالك الانسان ولا كياكل في الانسان ولا يحينوا في البحر. و 57 واحد، والناس جايين مساكن من قلعه صراغنا، كاين اللي باع البقره ديالو الحوليه ديالو، كنسمعوا الفيديوهات، كاين اللي مسكين يعني عنده واحد النيف وقاري مزيان وكل شيء، ولكن العيش اللي ما خلاش يعني كيشوف واحد
ما عندكش مستقبل، يعني عندك كتقول 26 عام ولا 30 عام كتشوف راسك ما مزوج ما والو، بالسيف مسكين ما غادي يمشي يحرق بالسيف. يعني هذا نداء للحكومه، وغلاو الحكومه راه ما كايناش، ما عمرش الحكومه ما كايناش. ميساج لهاد الناس هادو، وسمعنا بان ثلاث الناس غادي يخرجوا دابا. شنو واش ما يمكنش يخرجوا من هنا؟ حلاش ان المكان هنا البلاصه كلها حجر، ما يمكنش يخرج. ما على حساب اللي كيبان لنا دابا بان الزودياك والفلوك هكا دازوا من الجهه الاخرى، وقيلا يخرجوا للمركز الثاني لهجت ميامي. دابا كتشوف وقيلا ربما يجوا تلقاهم راهم مهزوم. لا ما يقدروش يهزوا معايا، يكونوا محلين 95% على حسب البطء اللي غادي به الزودياك بان يكونوا دافعينهم. وبغا يخرجوا من الجهه الاخرى. انتم شفتوا العائلات ديال الضحايا، يعني كيشتوا الحاله النفسيه ديالهم؟ والله يحسن عوانهم، الله يكون في عوانهم. راه ما كاينش شي ام اللي كتسخى بولدها، وهادو ماشي ولد ولا جوج، الحمد لله عدد كثير. والله يصبر والديهم والله يغفر لهم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى. اشرح لنا هذه الحاله اولا، هذه الماساه هنايا بشاطئنا حدا بزنازه. خويا هاد الناس عندنا عمرني ما شفت بحال هاد الناس، بعدا بالاكرام ديال هاد الضحايا ديال الامهات اللي ماتوا وداك الشيء، وهادشي كنتاسفوا لهم. حنا بقى فينا الحال، وكنتمنى من الله عز وجل. كاين تضامن صراحة، كاين تضامن، كاين تضامن بزاف الحمد لله. بقى الرحمة، باقي تضامن، باقي كل شيء باقي الحمد لله. ولكن سولنا بعض الفاعلين الجمعويين من هنايا في هذه المنطقة هذه، واللي جاوا حتى من المحمدية، أنهم شافوا الغياب ديال السلطات، يعني ما داروش لهم واحد السطون، يعني على الأقل باش اللي يجلسوا فيه ويتغداو فيه ويفطروا فيه. هادشي ما شفناش، هادشي كنتمناو إن شاء الله مازال يحضروا معنا. إن شاء الله كنتمناو مازال يحضروا. باقي الوقت فين يحضروا وفين يواسيو، باقي الوقت، باقي عندهم الوقت ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا اخويا، بارك الله فيك. تفضل تفضل تفضل. هذه نداء، نداء للجمعيات ديال المحمديه. سنقول لكم بان يعني هاد الناس هادو راه جاو ضياف عندكم. هاد الناس القدر ديالهم الضحايا، الاهالي ديال الضحايا، القدر جابهم حتى للمحمديه. احنا ما نقولوش ما كاينش الناس اللي كيكرموهم ولا، شفنا الناس صراحه. انا بدا كي نفرحت ولو جينا عندهم لقينا الناس فطروهم، لقينا الناس كيجيبوا الباريزيان كيجيبوا لهم، ما خلاو ما جابوا لهم. ولكن الدور ديال الجمعيات ديال المحمديه، انتم خاصكم تجيو وتواسيوهم وتوقفوا معاهم، يعني غير اربعه الجمعيات ولا خمسه الجمعيات. واحد السؤال معنا خالد غير مريم، خرجوا اذا في هذه الاثناء خرجوا، ولكن راهم نحاولوا نمشيو تما. الحاله النفسيه ديال الاهالي الضحايا كي شفتوها انتم يا؟ الله يكون في عونهم ساكر، الله يكون في العونه. بنادم واحد تيشوف الفلده ديال الكبد ديالهم مرميه في البحر، وباقي ما، وكل نهار عندهم انتظار، كل نهار كل نهار. البارح تلاحوا غير الحوايج، كيبقى عندهم الامان، وتبقى عندهم الامان. البارح تلاحوا غير الحوايج مساكن، كاينين شي وحدين شافوا الحوايج ديال وليدا، عرفوا ولادهم. لا ما كنتش، ولكن راه كان هذوك الناس مساكن. والفكره هذه ديال انه الجمعيات ديال المجتمع المدني في المحمديه وزنتها انهم يمشيو ياطروا الجمعيات ديال قلعه صراغنا من خلال واحد جوج ديال الحافلات. شوف خالد خويا، انا هذا قلتها قبيله ملي كنا شادين الطريق، قلنا قسما بالله اللي بغى يتطوع ويمشي نساندوا دوك عائلات دوك الضحايا في قلعه الصراغنه، حنا مستعدين نمشيو الا اتفقوا المجتمع المدني. وحتى لا ما اتفقوش، والله العظيم حنا كنقولها انا من هذا المنبر، انا نمشي نساند دوك الناس ديال قلعه الصراغنه.